بسم الله الرحمن الرحيم. في السكشن ده هنشوف ازاي نحل مسائل الريفليكتور انتنا، شابتر 15 في كتاب بلانيز. في السكشن اللي فات حلينا مسائل الهورن انتنا، وعرفنا ازاي نحسب المسائل او ازاي نحل المسائل وازاي نرسم الرسمة بتاعة الهورن انتنا وازاي نحسب كل حاجة في الهورن او ازاي نعمل ديزاين للهورن انتنا. في السكشن ده هناخد الريفليكتور انتنا، وزي ما قلنا في الهورن انتنا لازم نرسم، في اي مسألة تجيلك على الهورن انتنا لازم ترسم الرسمة بتاعتها، كذلك في الريفليكتور انتنا برضو لازم ترسم الرسمة بتاعت الريفليكتور اللي هي بالشكل ده. انا لخصت لكم القوانين اللي الدكتور اداها لكم في المحاضرة في الصفحة دي. ففي الامتحان بيطلب منك حاجة اسمها ال subtended angle، ال subtended angle اهي اللي هي السيتا نوت، اللي هي subtended angle بتاعت الريفليكتور. ال subtended angle بتاعت الريفليكتور دي بتساوي 2 سيتا نوت. طيب من خلال الرسمة بتاعت الريفليكتور احنا عايزين نحسب السيتا نوت. السيتا نوت بتساوي تان انفرس اوف دي على 2 على الزد نوت، والزد نوت دي مسافة وليس امبيدنس، بتساوي الاف، والاف برضو مسافة اهي زي ما واضحة في الشكل. فلازم في اي مسألة في الريفليكتور لازم ترسم الرسمة بتاعت الريفليكتور. تمام، هنوصل ان السبتنتد انجل هتساوي تان انفرس دي على 2 في اف ناقص دي تربيع على 16 اف، بالاضافه الى ان هو بيطلب منك السبتنتد انجل في الامتحان بيطلب منك حاجه اسمها الفار زون ديستانس. الفار زون ديستانس، الفار زون ديستانس الار اكبر من او يساوي 2 دي تربيع على لامدا. الدي تربيع هنا مقصودش بيها الدايركتيفيتي، الدي بيقصد بيها الديامتر بتاع الريفليكتور، الديامتر بتاع الريفليكتور. واللامدا زي ما احنا عارفين اللي هي الويف لينس اللي هي بتساوي سي على اف. تمام، بيطلب منك برضو الابيرتشر افيشنسي، الابيرتشر افيشنسي، الابيرشر افشنسي بتساوي الماكسيمم افكتيف اريا على الابيرشر اريا. تمام، طيب او ان الابيرشر افشنسي بتساوي الافشنسي اوف تي في الافشنسي اوف اس. هنشوف ايه الافشنسي اوف تي وايه الافشنسي اوف اس. تمام، وبيطلب منك بعض المسائل بيقول لك احسب لي الدايركتيفيتي، الدايركتيفيتي اللي هي دي نوت بتساوي باي في الدي على لامدا الكل تربيع في الافشنسي بتاعت الابيرتشر، والدي يقصد بيها هنا الدايمتر بتاع الابيرتشر. ناخد اول مسألة، مسألة رقم 15 7. الشابتر ده يعتبر من اسهل الشباتر في الانتنة لان مسائله مش طويلة، مسائله يعني يدوب خطوتين. مسألة 15 7، مسألة 15 7 بيقول لك الديامتر بتاع الريفليكتور او الدش الديامتر بتاعه اللي هي دي 10 متر، عايز يحسب الفار زون ديستانس. الفار زون ديستانس بس لما الفريكوانسي مرة بيساوي 2 جيجا هرتز ومرة بيساوي 4 جيجا هرتز. احنا عارفين ان الفار زون ديستانس اكبر من او يساوي 2 دي تربيع على لامدا. طيب الدي مديها لي ب 10 متر، تمام، واللامدا زي ما قلنا اللامدا بتساوي سي على اف. احنا لما نشتغل عند الفريكوانسي الاول اللي هو ال 2 جيجا هرتز فحسبنا اللامدا سي على اف. السي زي ما احنا عارفين سرعة الضوء 3 × 10^8، والاف في الحالة الاولى اللي هي 2 جيجا هرتز هيديني 0.15 مليمتر. نعوض في القانون بتاع الفار زون ديستانس اللي هو الار اكبر من او يساوي 2 دي تربيع على لامدا، الدي زي ما قلنا ب 10 واللامدا لسه حاسبينها،
فحدينا 1.33 كيلو متر، ده في الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية إن هو لما الفريكوانسي هيساوي 4 جيجا هرتز، نفس القصة، لازم نحسب اللمضة، اللمضة اللي هي سي على اف هتساوي 0.075 متر، نحسب منها مين؟ نحسب منها ال R اللي هي الفار زون ديستانس. طيب هنضيف مطلوب هو مش موجود في المسألة، ان هو ان انا عايز احسب ال عايز احسب الدايركتيفيتي. الدايركتيفيتي بتساوي الباي في الدي، الدي اللي هي ب10، دايما نخليها بالسمول، دايما الدي خليها سمول عشان نفرق بينها وبين الدايركتيفيتي، على لامدا في الافشنسي او الابرتشر افشنسي. طالما ما ذكرلكش الافشنسي او الابرتشر دايما هناخدها ب100%، طالما مفيش ايه مفيش لوس. تمام، عند الفريكوانسي الاول اللي هو 2 جيجا هرتز، احنا كده كده كنا حاسبين اللامدا وعندنا الدي اللي هي ب10، فهتقول باي في 10 على اللامدا في حاله 2 جيجا هرتز كانت 0.15 لكل تربيع، حسبت منها الدي في حاله ان الفريكوانسي بيساوي 2 جيجا هرتز. طيب الحاله الثانيه اللي هي ان الفريكوانسي بيساوي 4 جيجا هرتز، برضو كنا حاسبين اللامدا اللي هي 0.075، يا دوب بس هنعوض تعويض مباشر وهنحسب منها الدايركتيفيتي. تمام، طيب زي الفل، نخش على مسألة تانية. مسألة 15-8، مسألة 15-8 بيقول لك وضح لي ان الدايركتيفيتي بتاعت السيركولار ابرتشر اللي ليها ديامتر دي بتساوي باي في الدي على لامدا لكل تربيع، يعني بيقول بمعنى صح بيقول لك اثبت لي ان الدايركتيفيتي بتاعت السيركولار ابرتشر بتساوي باي في الدي على لامدا تربيع. هنشوف ازاي نثبت الكلام ده مع بعض. تمام، طيب احنا عارفين ان الماكسيمم افكتيف ابرتشر بتساوي لامدا تربيع على 4 باي في الدي. تمام، طيب زي الفل، فبالتالي الدي دي يقصد بيها الدايركتيفيتي، فبالتالي ان الدي هتساوي 4 باي على لامدا تربيع في الماكسيمم افكتيف ابرتشر. تمام، طيب زي ما قلنا ان الافشنسي او الابرشر افشنسي بتساوي الماكسيمم افكتيف ابرشر على ابرشر اري او الاري بتاعه الابرشر. تمام، طيب لما الافشنسي بتساوي 1 او 100% ان الاي اي ام هتساوي الاي اوف بي. تمام، طيب هنيجي في القانون ده هنشيل الـ AAM وهنعوض بقيمتها الـ A of B. طيب مش احنا قايل لك ان الابرشر بتاعك ده سيركلر، طيب فالمساحة بتاعته باي في A تربيع، والـ A ده الريدس اللي هي الباي R تربيع، فهنا الاريا بتاعت الابرشر باي R تربيع عشان هي سيركلر، هو قايل لك المسألة ان هي سيركلر ابرشر، فبالتالي هشيل الاي اوف بي وهعوض بقيمتها اللي هي باي في اي تربيع، فلما اعوض الدايركتيفيتي هنا فهتبقى 4 باي على لامدا تربيع في باي في اي تربيع. طيب فبقت 4 باي تربيع على لامدا تربيع في الاي، الاي هو ده نصف القطر، القطر اللي عندي كله بكام؟ بدي، فنصف القطر هيبقى بكام؟ بدي على الاثنين، الكل تربيع عشان الايه تربيع، فبالتالي طالما كله تربيع هدخلهم كلهم في قوس واحد، فبقت باي دي على لامدا الكل تربيع، وده الاثبات بتاع الدايركتيفيتي للسيركولار ابرتشر. دي مساله 15-8. نيجي بقى في مساله 15-12، والمساله دي مهمه جدا جدا جدا. بيقول لك ايه في المساله دي؟ بيقول لك a small parabolic reflector، تمام، بستخدمه ك تي في انتن. تمام، قال لك assuming the diameter of reflector اللي هي الدي بواحد متر، قال لك احسب لي عند تردد 3 جيجا هرتز الدايركتيفيتي، يعني مديك الدايامتر بواحد متر
وعايز يحسب الدايركتيفيتي عند تردد 3 جيجا هرتز. بس اول حاجة ان الابرشر بتاعك دي ايديال. ايه معنى الابرشر ايديال؟ معناها ان الافشنسي 100%، معناها ان الافشنسي 100%. دي الحالة الاولى. الحالة التانية برضو هتحسب له الدايركتيفيتي عند تردد 3 جيجا هرتز لما الديامتر يساوي 1 متر، بس لما التيبر افشنسي بتساوي 80% اللي هي الابسلون تي، والسبيل اوفر افشنسي بتساوي 85% اللي هي الابسلون اس. وقال لك مفيش اي لوسس تاني. وبعد كده قال لك احسب لي التوتال، لا التوتال ركز معايا، التوتال ابرشر افشنسي بالديسيبل. تمام، خلينا في المطلوب الاول ان هو نحسب الدايركتيفيتي بس لما الافشنسي بيساوي 100%. تمام، احنا عارفين ان القانون بتاع الدايركتيفيتي بيساوي باي في دي على لامدا كل تربيع في الافشنسي، والحاله الاولى الافشنسي 1 يعني 100%. فاحنا عايزين نحسب اللامدا. اللامدا بتساوي سي على اف، وانا عندي السي 3 × 10^8 وهو اللي اشتغل لي عند تردد 3 جيجا هرتز، فحسبنا اللامدا طلعت 0.1. نعوض بالدي هنا بواحد متر، واللامدا زي ما احنا حاسبينها 0.1 كل تربيع، والافشنسي بواحد هتدينا 9.86. لو عايزينها بالديسيبل 29.94 ديسيبل. تمام، طيب دي الحالة الأولى. طيب الحالة الثانية يقول لك برضو احسب لي الافشنسي بس لما التيب افشنسي 80% والسبيل اوفر 85%. طيب مش احنا عارفين ان التوتال افشنسي بتاعت الابيرشر بتساوي الافشنسي اوف تيبل في الافشنسي بتاعت السبيل اوفر او السبيل اوفر افشنسي. طيب التيبر افشنسي 8/10 والسبيل اوفر 0.85، فالابسلون او الافشنسي بتاعت الابرشا هتساوي 0.68. انا هاخدها ونعوض بيها في القانون بتاع الدايركتيفيتي، فالدايركتيفيتي هتساوي باي في 1/1 كل تربيع في التوتال افشنسي اللي هي 0.68، هدينا 67.1.13 هتساوي 28.268 ديسيبل. طيب قايل لك ايه تاني في اخر المساله؟ قايل لك احسب لي التوتال ابيرشر افشنسي اللي احنا كده كده حاسبينه، بس عايزك تحسبه لي بمين؟ بالديسيبل. احنا كده كده حاسبين التوتال افشنسي.